بعد مرور أزيد من 72 ساعة على سقوط الطفل ريان في حفرة ضيقة عمقها 32 مترا، يبدو أن المأساة تقترب من الانفراج. فقد أفاد بعض المراسلين الصحفيين من عين المكان أن المنقذين الذين باشروا عملية الحفر اليدوية على وشك الوصول إلى الطفل ريان الذي قضى حتى الآن أزيد من 3 أيام بلياليا. وقال مراسلنا إن عملية الحفر بلغت مرحلتها الأخيرة على أمل انتشال الصغير في حالة جيدة، ووضعت السلطات المحلية مروحة طبية تابعة للدرك الملكي قرب مكان الحادث، إضافة إلى سيارتي إسعاف مجهزتين تأهبا لنقل الصغير مباشرة بعد إخراجه من الحفرة الضيقة التي يقبع بها منذ 3 أيام.